أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. رعى وزير المالية الوزير المشرف على شؤون النفط والغاز معالي الشيخ أحمد بن محمد الخليفة وزير المالية تدشين بورصة البحرين لنظام تداول جديد إكس إستريم، الذي يعد من أكثر أنظمة التداول تطورا واستخداما من قبل البورصات في مختلف دول العالم. وقد أعرب وزير المالية عن سعادته بتدشين نظام التداول المتطور في بورصة البحرين، مؤكدا التزام الحكومة بدعم كافة المشاريع التي من شأنها تعزيز مكانة البحرين كمركز مال رائد على مستوى المنطقة. بورصة البحرين هي أداة لتداول الشركات، وهي مؤسسة مهمة جدا لأنها تعطي الفرصة لكل مواطن وكل مستثمر سواء كان بحريني أو أجنبي أنه يستثمر من خلال بورصة البحرين في الشركات الموجودة والمسجلة في البورصة، وهي أيضا تتعامل وفق أفضل معايير الشفافية، والحكومة مهتمة بهذا النشاط وهذا القطاع، وبالتالي تم تطويره بشكل دائم وفق أفضل الممارسات المهنية على مستوى العالم. بالنسبة لنا اليوم نظام البورصة الإلكتروني الجديد هو طبعا تطوير للنظام السابق، لكن أيضا إضافة إلى ذلك البورصة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير كثير من برامجها فيما يتعلق بالتدريب، برامج أيضا شفافية فيما يتعلق بنشر المعلومات. ما في شك أن البورصة مهتمة كثير بتطوير الأدوات اللي توفرها للسوق من أجل التسويات وتنظيم آلية السوق، وهذا النظام يعني يشهد نقلة نوعية في هذا الاتجاه، ويسهل أيضا التداول عن بعد بحيث أنه يوفر للمتداولين إمكانية النفاذ إلى السوق وإجراء كل تداولاتهم بكل سهولة ويسر.